ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. خرج اليوم الجمعة الآلاف من النساء الجزائريات للاحتجاج ضد الولاية الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والذي يرقد في المستشفى الجامعي في مدينة جنيف السويسرية إثر تدهور حالته الصحية. وتجمع الآلاف في ساحتي البريد المركزي وأول مايو بالعاصمة للاحتجاج على استمرار بوتفليقة في الحكم، كما خرجت مظاهرتان نسويتان في بلدتي تيشي وأوقاس بولاية بجاية شرقي البلاد تزامنا مع يوم المرأة العالمي. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.